السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. راح نتكلموا اليوم على موضوعين. الموضوع الاول خاص بالمقابله المصيريه للمنتخب الوطني ضد منتخب النيجر في البطوله العربيه للشباب في مصر، والموضوع الثاني راح نتكلموا على الجديد اللي يخص رياض محرز. اذا المقابله المهمه المصيريه للمنتخب الوطني ضد النيجر سوف تكون غدا على الساعة 3 مساء بتوقيت الجزائر. راح نشوفوا المنتخب في وجهه الحقيقي، مقابلة مهمة جدا للتأهل للدور الثاني في البطولة العربية للشباب بمصر. نتمنى حاجة واحدة فقط، انه المدرب ما يتفلسفش يا اخي. خلي اللاعبين للأحسن مستوى هم اللي يلعبوا، 11 اللاعب الأحسن اللي يلعب من فضلك. الشيء الآخر، مشكلة في القنوات، كاين الناس اللي ما تعرفش وين القنوات اللي شارية الحقوق واللي تمتلك الحقوق وراح تبث هذه البطولة. هي شبكة قنوات او ان سبور تايم المصرية هي اللي شارية الحقوق. شكون اللي راح يبث مقابلة تاع المنتخب الوطني؟ كاين ثلاث قنوات. قناة الأولى او ان سبور تايم، او ان سبور تايم 2، والقناة او ان سبور تايم 3، يعني ثلاث قنوات. اذا راح نخليكم التردد باش تشوفوا لافريكونس كيما نقولوا، باش تعرفوا وينها وتجربوا وينها اللي راح تبث المقابله، سواء الاولى او الثانيه او الثالثه. اذا التردد الاول لقنوات او ان تايم سبور، او ان سبور تايم الاولى والثانيه، يوجد التردد الاول في النايسات 10853 هوريزونتال 27500. التردد الاخر ايضا او ان سبور تايم الاولى والثانيه، تردد اخر هذا افريكونس اخرى 11862 فيرتيكال 27500. والتردد نتاع القناه الثالثه او ان القناه الثالثه او ان سبور تايم 3 12303 هوريزونتال 27500. اذا كاين ثلاث قنوات، واحدة منهم راح تفوت ولا تبث مقابلة المنتخب الوطني ضد النيجر. إذن نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني والتأهل والذهاب بعيدا في هذه المنافسة العربية. إذن الموضوع الثاني، ندخل في صلب الموضوع. موضوع ثاني بعد ما كثر الكلام أنه في الآونة الأخيرة أنه رياض محرز معروض للبيع، ومن أجل جلب بعض المهاجمين واللاعبين لمانشستر سيتي. اليوم أطلت علينا صحيفة ديلي ميل بخبر مفاده أن مانشستر سيتي سيؤكد انتقال جاك غريليتش بقيمة 100 مليون جنيه استرليني بعد يورو 2020 في أكبر صفقة انتقال في الدوري الإنجليزي الممتاز. وما زال بيب غوارديولا يريد من هاري كين أن يحذو لاعب أستون فيلا. قال المهاجم البالغ من العمر 27 عام لتوتنهام أنه يريد الانتقال إلى نادي يمكن أن يمنحه فرص واقعية للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. نتيجة وصول غريليتش وكين المحتملين، قد يختار غوارديولا بيع بعض مهاجميه أو بعض مواهبه الهجومية لتحقيق توازن، يعني توازن مالي يقصد به. يعني هما كتبوا في الشهر الماضي، هذه صحيفة سبورت ميل، ان كشفت ان السيتي سيستمع لعروض رحيم الى عروض رحيم سيرلينغ ورياض محرز، بينما يساعد غوارديولا لاصلاح فريقه بعد موسم مختلف. يعني هما يقولوا باللي راح يبيعوا، اما يعني راح نشوفوا العروض اللي تجيهم سواء لرحيم سيرلينغ ورياض محرز من أجل شراء هاري كين واللاعب أستون فيلا غريليتش. في الجهة المقابلة خرجت علينا أيضا ذو الصان نوعا ما مغايرة، أخبار تاعها مغايرة للديلي ميل. هنا تقول الصان أنه عكس يعني ما قالت ديلي ميل، راح يبيعوا رياض محرز ويعرضوه للبيع. هنا هي عندها رأي مخالف. الصان تقول القاتل يمكن أن يصطف مان سيتي مع ثنائي جاك غريليتش وهاري كين، بينما يخططون الانتقالات بقيمة 200 مليون جنيه استرليني على ثنائي إنجلترا حسب جريدة الصان. يمكن لمانشستر سيتي أن يبدأ حملة 2021-2022 مع نجمي إنجلترا، يعني الدوري الممتاز الموسم الجاي
راح يكون في الثنائي هذا جريليش وهاري كين في نادي مانشستر سيتي في المقدمه. من المقرر ان يضخ بيب غوارديولا 200 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات في محاوله لتامين صانع العاب استون فيلا ومهاجم توتنهام كين الثلاثي جنبا الى جنب مع رياض محرز. هنا تاكد باللي رياض محرز راح يكون يعني بالجهه المقابله كجناح اخر معاه عفوا من الجهه المقابله كمعاه غريليتش وسحربا كين يعني كثلاثي في الهجوم يقود مانشستر سيتي. من شانه ان يجعل غريليتش اضافه مانشستر سيتي اكثر قوه مما عليه بالفعل. خلفهم قد ترمي دفاعات رودري يعني من اللور يكون رودري كمسترجع ودبروين وغاندوغان في صناعه اللعب وسط ميدان. في الوقت نفسه بدأ مان سيتي أيضا السباق للتعاقد مع كين من خلال عرض بقيمة 100 مليون جنيه استرليني. الخيار المفضل لمهاجم توتنهام كين 27 عام هو السيتي. لكن دانيال ليفي هذا هو دانيال ليفي هو رئيس نادي توتنهام، هذا الصهيوني دانيال ليفي هو رئيس نادي توتنهام مصمم على إبقاء لاعبه الذي يتبقى أمامه 3 سنوات في صفقة قيمتها 230 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. وضع ليفي رئيس توتنهام مبلغ 150 مليون جنيه استرليني على رأس اللاعب، يعني اللي يبغي يشري هاري كين يخلص 150 مليون جنيه استرليني. لا يتوقع بيب غوارديولا مدرب سيتي أي تحرك جاد في أهداف الانتقالات الرئيسية حتى بعد انتهاء البطولات الدولية الصيفية. يعني انه سيتي ماهوش راح يركز على الانتقالات الحاليه، هما ممكن يشوف البروفيل ويختار ويحاول يتفاوض، لكن الصفقات راح تتم بعد انتهاء سواء كوبا امريكا او اليورو، يعني بعد المنافسات هذه سواء اليورو او الكوبا امريكا الدوليه الصيفيه، يعني ما راحيش يكونوا يديروا تعاقدات الا بعد نهايه كوبا امريكا واليورو. لكن ابطال الدوري الانجليزي الممتاز مستعدون لالقاء لاعبين مثل رحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس في الصفقه، وهو شخص اخر يمكن ان يشارك في تحويل المبادله هو امريك لابورت. يعني هنا ذوسان اختلفت على ديلي ميل انه كاين ممكن يكون انه ثلاثي ستيرلينغ وجيسوس وامريك لابورت. رايي الشخصي ستيرلينغ ما يقدرش يبادلوه ولا يبيعوه نظرا لمحاباه غوارديولا للانجليز، شيء مفروغ منه. ايضا جيسوس ما عندوش مهاجم ثاني اذا شرى هاري كين. تبقى امريك لابورت احتمال كبير نظرا لثراء خط الدفاع مانشستر سيتي ووجود لاعبين مثل ستونز ودياز واكي اللي جابوه من نادي بورنموث. ايضا موقع 90 دقيقه اذكر انه كخطه لعب رياض محرز بجنبه فودان في الاجنحه وراس حربه هاري كين ومن وراها كوسط ميدان للهجومي كيفين دي بروين وغريليتش ومسترجع رودري. اذا ما يهمنا هو تالق رياض محرز سواء بقي في السيتي او تم بيعه لنادي اوروبي اخر. اذا حظ موفق للنجم الجزائري رياض محرز، ايضا لا ننسى حظ موفق المنتخب الوطني للشباب المقبل على مقابله مهمه ضد النيجر ان شاء الله الفوز غدا ضد النيجر. في الاخير ملتقانا مع مازن من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.